مسيرة اليوم تبين بالملموس أن الشغلة التعليمية لم ترضى باتفاقات العار، لم ترضى بالنظام الأساسي الذي دبر بليل، يعني دبر بواحد المنطق يعني السرية التامة، والمنطق الشغلة التعليمية كذلك اليوم كتقول بأن الحوار ما يمكن له يكون إلا مع التنسيقيات التي أفرزتها الميادين، لا حوار مع النقابة التعليمية التي باعت الشغلة التعليمية، واللي بالمناسبة حنا بعدا كنفرض عليهم التعاقد، لم نصوت يعني في آخر انتخابات، لم نصوت لأي نقابة لأن كنا نحرم من حقنا في التصويت، وهذا يكرس منطق الهشاشه اللي كنا كنتكلموا عليه يعني دائما. وبالتالي فاليوم يعني هذه الوقفه كتبين بالملموس ان واخا النقابه تقول رجعوا، حنا ما غنرجعوش الا ما تلباوناش المطالب ديالنا. علاش؟ لان ما عندناش الثقه في الحكومه اللي قالت لنا في الانتخابات التشريعيه الاخيره 2500 درهم وتبخرت، لان النظام الاساسي كان خارج بزيرو درهم. وبالمناسبه النظام الاساسي كان مليء بالمآسي اللي سميناه على اثرها نظام المآسي، كان مليء بالساعات اللي هي ساعات ما كانتش مضبوطه، ساعات ديال العمل باش يقلصوا من النسبه ديال التوظيف، كانت مليئه بالعقوبات اللي بغات ترسخها، وتولي استاذ خدام استاذ عطاش يعني بمنطق يعني منطق فوقي، ما جلستش لحد الان مع التنسيقيات، ولحد الان تتفرض علينا النظام الاساسي. واللي تنقولوا بالمناسبه حنا راه لازلنا في الميدان ونعتذر للتلاميذ، لانه غدا غيوليو غيلقاو نفس المنطق وغيلقاو يعني اللي اباس من هذا المنطق. حنا التلاميذ ديالهم اليوم كنعتذروا لهم لاننا اجبرنا على التصعيد، الا ما قدمنا لكم اليوم درس في الاقسام كنقدموا لكم الدرس اليوم في الميدان، درس عنوانه الكرامه وعدم التخلي على الكرامه. وبالتالي فالنظام الاساسي واتفاقات العار جاءت مليئه بالتسويفات، سوف نرد عليها كذلك بسوف نبقى هنا الى حين يترد لنا الاعتبار كاساتذه، يعني اسوه بكل الموظفين. واخر مطلب يعني هو اول مطلب على راسهم مطلب الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه بالنسبه للاساتذه واطرد المفروض عليهم التعاقد بمناصب ماليه مركزة، لان مازال المشغل هو الاكاديمي، وهذا هو النظام الهشاشي تنقولوا عليه. المشغل هو الاكاديمي، هو اللي بجره قلم يمكن يطردك. مازال ما خرجتش المناصب ديالنا في يعني في القانون الماليه الجديد، وبالتالي لازلنا في الميدان ان عاجلا او اجلا ان لم تتلبى المطالب ديالنا كلها. يتساءل العديد من المواطنين حول استمراريات الاساتذه في الاحتجاج بالشارع، رغم ان الحكومه انصفت الاساتذه بجولات حواريه واستجابت لمطالبهم. نريد ان نوضح للراي العام بان هذه مجرد اكاذيب يتم الترويج لها. جولات الحوار في نظرنا هي جولات مغشوشه. نعم استفادت فئه معينه، لكن الاساتذه لم يستفيدوا ولم يتم التطرق لكل مطالبهم العادله والمشروعه. لم يتم طرح بجديه ومسؤوليه مساله ادماج الاساتذه المفروض عليهم التعاقد في الوظيفه العموميه وضمن نظام وزاره التربيه الوطنيه. لم يتم الترقيه في الرتب. لم يتم رد الاقتطاعات من اجور الاساتذه التي استمرت منذ سنوات الى يومنا هذا. لم يتم اشراك التنسيقيات في الحوار، رغم انهم هم المتواجدين في الشارع وهم الذين يحتجون. الأساتذة مستمرون إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، وعلى الدولة أن تتعامل مع ملفهم بكامل الجدية والمسؤولية، حفاظا على المصلحة العليا للتلاميذ وحفاظا على هدر الزمن المدرسي. نحن اليوم نجسد مسيرة للأسبوع العاشر يعني لتنديدا بهذا التماطل وهذه المماطله وهذا التسويف لمطالب الشغله التعليميه. نحن اليوم في واحد المنعطف اخر من النضال الوحدوي، من النضال الميداني للشغله التعليميه، التي بطبيعه الحال ما رضاتش بهذه الاتفاقات هذو اللي تم يعني الابرام ديالهم مع النقابات الخمس. نحن اليوم في الميدان، والذي يجب ان يتحاور معه هو يعني التنسيقيات الفاعله في الميدان، وتم يعني الحوار معهم سابقا. لمدى اليوم نتساءل لمدى اليوم، ونؤكد نحن كنفرض اليوم تعاقد على ان المدرسه العموميه غاديه في الخوصصه، والدليل على ذلك هو التصريح ديال مدير الموارد البشريه بالنيابه محمد ادردور بالامس، هو انه نعت التلاميذ بالزبناء، وهذا مصطلح خطير جدا، ونعلم يعني من اين اتى ومن اين يعني وكيف يتم يعني بلورته داخل المدرسه العموميه. نحن نؤكد على ان مطالب الشغله التعليميه الاساسيه التي خرجت من اجلها للميدان لا زالت لم تتحقق، ونؤكد
على هذا المطلب، على ان السحب النظام الاساسي ضروري انه يكون، واعتذار للشغيله التعليميه اهم 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 يعني مطلب، ويعني ادماج مفروض عليهم تعاقد. ونؤكد على ان الحكومه لابد عليها انها تحاور التنسيقيات، لانها هي التي متواجده في الميدان وما كاينش في الاقسام. ونؤكد على ان المؤسسات لا زالت خاويه على 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 عروشها، والتلاميذ يضيعون، والمسؤوليه تتحملها الدوله والحكومه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.